تبعتا للموضوع معنا من برلين السيد سعيد دودين مدير مؤسسة عالم واحد للبحث والإعلام، ومن نيويورك السيد أحمد فتحي المحلل السياسي. أهلا وسهلا بكما ضيفي الكريمين. أبدأ معك أستاذ أحمد فتحي من نيويورك. يعني المساعدات العسكرية التي أعلنت واشنطن أنها ستزود كييف بها بالرغم من الرفض الأوروبي لهذه الخطوة، برأيك لماذا تصر إدارة أوباما على اتخاذ هذه الخطوة التي يرى البعض أنها قد تشعل نيران الأزمة الأوكرانية مجددا؟ في البداية هذه المساعدات كان يتم الحديث والتفاوض حولها قبل انعقاد مؤتمر مينسك 2 وقبل الوصول إلى أي اتفاق. ثانيا هذه المساعدات لا تشمل أي أسلحة فتاكة، ولكن تشمل طائرات بدون طيار تستخدم في المراقبة والاستطلاع، تشمل سيارات هامفي 30 فقط منها مدرعة للقيام بدوريات في نقاط التماس حيث الانفصاليين في إقليم الدونباس يقومون بالهجوم على الدوريات التي يقوم بتسييرها الجيش الأوكراني، و200 عربة هامفي غير مدرعة هي تستخدم في عمليات انتقال للقوات والإسعاف إلى آخره. بالنسبة لطبيعة الأسلحة هي ليست أسلحة هجومية وليست أسلحة دفاعية، هي فقط معدات وتشمل أيضا أجهزة للاتصال والراديو لسهولة اتصال قوات بعضها ببعض. هذا بالنسبة لنوعية السلاح المعروض وهي بقيمة 75 مليون دولار. إذا نظرنا إلى جانب الانفصاليين في الدونباس ستجد أن أقل دبابة ثمنها يصل إلى 300 مليون دولار، فهي حتى لا توجد نسبة أو تناسب ولا يوجد داعي للقلق منها. النقطة الثانية بالنسبة لاختلاف أو اتفاق الشركاء الأوروبيين، تفضل. ربما رد السيد سعيد الدين في برلين، تفضل أكمل الفكرة لو سمحت. بالنسبة لاتفاق أو اختلاف الشركاء الأوروبيين، العلاقات بين الولايات المتحدة وأوروبا هي علاقات ناضجة للغاية وتسمح بقدر من الاختلاف. ربما ليس للأمريكيين نفس الصبر والقدرة على النظر في الناحية الأخرى مثل الأوروبيين، ولكن في النهاية يجب أن يتم توفير أقل القليل للقوات الأوكرانية الشرعية التابعة لدولة أوكرانيا لتتمكن من أداء مهامها. سننتقل الآن إلى سيد سعيد الدين من برلين. طبعا تابعت معنا سيد سعيد ما أدلى به الأستاذ أحمد فتحي من واشنطن، طبعا سترد على هذا الكلام، لكن سؤالي باختصار، هل نحن أمام انقسام أوروبي أمريكي في طريقة التعامل مع الأزمة الأوكرانية؟ نعم جزئيا. زميل عزيز، قبل أن أجيب على هذا السؤال اسمح لي بملاحظتين. أولا، لا يوجد أسلحة غير قاتلة. ثانيا، المعلومات الواردة من الزميل معلومات محدودة المصداقية. نحن نعلم تماما حول مفهوم الشرعية في كييف يوجد سلطة انقلابية امتهنت دستور أوكرانيا وهي سلطة غير شرعية على الإطلاق. بخصوص الأسلحة، هناك نوعين، هناك إرسال الأسلحة مباشرة. نحن شاهدنا الرئيس الانقلابيين في كييف وهو يتفقد المدرعات البريطانية. نحن نعلم ومنذ الأيام الأولى للانقلاب أن لم تتوقف تزويد أوكرانيا بالأسلحة، ليس بشكل مباشر وإنما عبر قطر، عبر السعودية، عبر الإمارات، طبعا بطلب أو بالتنسيق مع الولايات المتحدة الأمريكية. ما تم هو التالي: بعد الانقلاب صدرت أوامر عسكرية باجتياح المناطق الشرقية التي ترفض هذا الانقلاب. نحن نفهم المنطق في الولايات المتحدة الأمريكية، وبصراحة عبر ما عبر عنه روبرت سكايلز، النازيين الجدد يريدون إبادة ليس فقط
المواطنين الروس، إنما كل الناطقين الروس. هذه استراتيجية فاشية عبر عنها الجنرال المتقاعد روبرت سكايلز. طيب. هذه هي الحقيقة. الواقع سيد سعيد، ونحن نعلم كان هذا تصريح ملفت من الجنرال سكايلز، استدعى ردا من الخارجية الروسية. طبعا ربما تكون تابعت هذا الرد. اسمح لي أن أعود إلى الأستاذ أحمد فتحي من نيويورك. أستاذ أحمد، هناك من يقول أن واشنطن ستواصل الدفع باتجاه تسعير الأزمة الأوكرانية حتى ولو أدى ذلك إلى المخاطرة بالأمن القومي الأوروبي، بمعنى أن واشنطن ستبقى بعيدة عن الخطر، ربما يكون هناك خطر يتعرض له الأوروبيون. ما رأيك بهذا الكلام؟ هذا الكلام لا يوجد له أي أساس، والسوابق التاريخية تثبت أن العلاقة بين الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها الأوروبيين هي علاقة قوية وذات جذور عميقة في مختلف المجالات، وليس من السهل أن تهتز أو أنها تتعرض للمقامرة من جانب أي من الطرفين. ولكن تعقيبا على مداخلة ضيفك الكريم من برلين، أنا أول مرة بصراحة أستمع إلى أن السعودية والإمارات وقطر تقوم بتزويد الحكومة الأوكرانية، ويوجد هناك إسقاط أو اختلاف بين الموقف في الشرق الأوسط في سوريا وليبيا والموقف في أوروبا الشرقية. هذه أول مرة أستمع فيها إلى هذه المعلومة بكل صراحة، لو كانت يصح توصيفها كمعلومة. بالنسبة للعلاقات أمريكا وأوروبا، هذه العلاقات ليست وليدة اليوم، هذه العلاقات ليست قابلة للمقامرة. يوجد تعاون على جميع المستويات، يوجد تحالف في إطار قوات الناتو. هل الولايات المتحدة ستضحي بأقدم تحالف لها على مستوى العالم من خلال الناتو من أجل نزوة في أوكرانيا؟ هذا كلام لا يوجد له جزر أن نستطيع أن أنا أبني عليه رأي. جميعنا نعرف الجهود الجبارة فعلا التي بذلت من قبل فرنسا وألمانيا. جاء الرئيس هولندي إلى هنا إلى موسكو، وذلك لتهيئة الأرضية لاتفاق مينسك الأخير. هناك من يرى أن الخطوة الأمريكية الأخيرة تزويد الجيش الأوكراني بالمساعدات ربما تؤدي إلى ربما إجهاض اتفاق مينسك. دعني أوجه السؤال الآن إلى السيد سعيد الدين من برلين. يعني ربما تبعت طبعا ما قاله الأستاذ أحمد، أنه أول مرة يسمع بالمعلومة حول تزويد الجيش الأوكراني بمساعدات من دول الخليج. هل لديك ربما ما يثبت هذه المعلومة؟ أيضا أسألك بالنسبة لاتفاق مينسك، هل تهدد الخطوة الأمريكية الأخيرة اتفاق مينسك؟ نعم، أولا هذا على جانب من الغرابة، حتى السي ان ان بثت وبشكل مباشر تواجد بروتشينغ الرئيس الأوكراني في الإمارات وعقد الأسلحة. أنا على اطلاع على التقارير التي بثتها الفضائيات بما في ذلك السي ان ان. هذا شيء على جانب من الغرابة. عندما أقول نحن نعلم تماما أن قرار تزويد وأن التزويد الفعلي لم يتوقف، نحن نعلم قبل 36 ساعة التفقد الرئيس بروشينكو للمدرعات البريطانية باستطاعت من يقول. طب الآن سيد سعيد، أما بخصوص تناغم العلاقات، نعم، هل ستؤثر الخطوة الأمريكية الأخيرة على اتفاق مينسك؟ يا سيدي بالتأكيد هناك تيارين ضمن حلف شمال الأطلسي. تيار يريد عبر 40 مليار إعادة هيكلة الاقتصاد بشكل تمكن هذه الدول الأوروبية من الهيمنة الحقيقية على الاقتصاد الأوكراني، وهناك التيار الآخر بقيادة المحافظين الجدد أو كما نسميهم النازيين الجدد، يريد تصعيد هذا الصراع. نحن نعلم منذ 67 عام يتم تصعيد الصراع في منطقة الشرق الأوسط لكسب مراكز قوى. هناك قوى حقيقية في المحافظين الجدد تريد تفعيل وتصعيد هذا الصراع ضمن استراتيجية الهيمنة الكونية. إنهم يريدون الزحف
على موسكو وما الحرب العدوانية على يوغوسلافيا وما تم في جورجيا وما يتم الآن في أوكرانيا هو جزء من مخطط الهيمنة الكونية. إذن نعم إذن إنهم يزحفون باتجاه موسكو. باختصار ما تقوله أن هناك تيارات داخل حتى داخل حلف الناتو. أستاذ أحمد فتحي من نيويورك، كيف ترد على هذا الكلام؟ أنا بصراحة يعني لا يوجد عندي أي معلومات، ولكن يوجد يعني ما سمعته من الأستاذ سعيد من برلين أنه يوجد حتى اختلاف في التعريفات. نحن نعلم المحافظين الجدد وتوجههم اليميني المحافظ، ونعلم أيضا النازيين الجدد، ولا يمكن أن أقارن المحافظين الجدد النيو كولز بالنازيين الجدد. هذا اتجاه فكري وهذا اتجاه فكري مختلف، ويعني لا يوجد مجال للدخول في هذه التفاصيل. ولكن يعني عودة إلى الخبر بخصوص تسليح أو ما يطلق عليه تسليح، أنا لا أتابع جدول الرئيس بوروشينكو رئيس أوكرانيا، ولكن أنا التقيت منذ يومين هنا في نيويورك بوفد من البرلمان الأوكراني من أعضاء لجنة الشؤون الخارجية ولجنة الاندماج الأوروبي، وهم أيضا لهم تحفظات على مدى التزام موسكو باتفاق مينسك 2. يوجد على الجانبين الطرف الأوكراني والطرف الروسي ومن أمامه الانفصاليين في الدونباس أنه لابد من العمل نحو بناء الثقة بين جميع الأطراف. أنه لا يوجد ثقة، لم يحدث انسحاب يعني ملفت أو بارز للمعدات الثقيلة والمدرعات والمدفعية من شرق أوكرانيا إلى داخل الحدود الروسية. قوة بعثة الاتحاد OSCE المنظمة الأوروبية للأمن والتعاون لا يوجد لديها التفويض اللازم للتحقيق أو التأكد من الوضع على الأرض. هي فقط تراقب، ولكن لا يوجد لديها سلطة لتحقيق المعلومات الموجودة. دعني أعود إلى الأستاذ سعيد الدين من برلين. أستاذ سعيد، اليوم وافق صندوق النقد الدولي على منح أوكرانيا 17 مليار و500 مليون دولار. هذه المليارات من أين ستأتي وعلى ماذا ستنفق برأيك؟ من أين ستأتي؟ هذا سيتم تحويل في 9 أشهر في هذا العام 10 مليارات. واسمح لي بتدقيق المعلومة، مجمل المبلغ سيتكون من 40 مليار لإعادة هيكلة الاقتصاد بما يتناغم مع مصالح احتكارات دول حلف شمال الأطلسي. ولكن بالتأكيد من يعلم التوجه الفكري للانقلابيين في كييف يعلم بأن جزء هام من هذه المبالغ سيتم صرفه من أجل الاستمرار في شن الحرب على المواطنين في شرق أوكرانيا. بالتأكيد سيتم تسخير هذا وهذا أمر في منتهى الغرابة. وأنا أشارك المستشار الألماني السابق هيلموت شميت عندما يحذر من هذا، لأنه هناك إجماع بأن لا يتم تمويل عمليات عسكرية في مناطق يسودها صراع عسكري. والاتجاه العام، وعلينا أن نرى هذا بقرار تأسيس 6 قواعد عسكرية في شرق أوروبا، لا يمكن أن نفهم هذا التطور دون إدراكنا وصلت الفكرة. جوهر استراتيجية الهيمنة الكونية، وهذا ما وصلت يتم في أوكرانيا الآن. هذه الفكرة بوضوح. أشكرك جزيلا سيد سعيد الدين، حدثتنا مباشرة من برلين. أيضا أشكر ضيفنا من نيويورك المحلل السياسي الأستاذ أحمد فتحي على مشاركتك معنا هذه الليلة. فقط للأشارة، عفوا ربما فاتني التوضيح، السيد سعيد الدين هو مدير مؤسسة عالم واحد للبحث والإعلام. شكرا جزيلا لكما ضيفي الكريمين.